في كولاترال ليجامنت، ليجامنت اهو اسمه ميديا كولاترال ليجامنت، واحد ثاني وصله كده اسمه لاترال كولاترال ليجامنت، وربط اهو ثاني اهو ميديا كولاترال، وهنا لاترال كولاترال ميديا كولاترال، وده اللاترال ده ميديا كولاترال ليجامنت. انت عايز تعرف الليجامنت ده، الليجامنت ده في تير ولا مش في تير، بتعمل ايه؟ بتعمل تيستات، تيست اسمه فالجاس ستريس تيست، وتيست اسمه فارس ستريس تيست. لما تلاقي واحد رجليه موسى لبره كده اهو، دي فارس جينيو فارس، موسى لجوه كده اهو جينيو فالجاس، صح؟ كتير من الناس كده، قليل تلاقي واحد معدوم، تلاقي ناس كده تلاقي ماشي كده اهو. ده بتاع ليه الفارس ده؟ يمشي دايما ايه يعني لما يكون ماشي في وسط الناس، اولا قصير على طول. الفارس ده دايما قصير ما يكونش طويل. ويمشي مثلا في وسط كده تلاقيه يخبط كده. يعني ايه الراجل يعني ده الفارس. الفارس بقى تلاقي رجليه ايه داخله في بعضيها كده. تلاقيه ماشي يخبط برجليه كده اهو كده كده. رجليه كده لجوه. ده الفارس. خلاص يبقى فارس ده الفارس. ده بيبقى عيوب يا جماعه ايه؟ عيوب كالسيوم وفيتامين دي وخلل هرمونات وهو صغير وليكتس وكلام زي كده. رجليه اتعوجت. ابتدت تصلح بقى عشان تعدل بقى تاني. خلاص؟ بس عموما الفالجاس دي حلوه كويسه، رجلي شكلها كويس، لكن الفالجاس دي شكلها سيء جدا على فكره. دي اوحش. ما بتريك؟ نعم. ما بتريك عنده فالجاس. قسمهم اللي رجله فاتحه لبره، اللي فاتحه لبره كده دي اسمها فالجاس. واللي رجله فاتحه لجوه كده اهو دي فالجاس، اللي هي ضمه لجوه كده. خلاص؟ تعالى بقى يا دكتور كده نعمل التيست بتاعنا. انا عايز دلوقتي اختبر الليجمنتس بتاعت الجوينت. ليجامنتس بتاعت الجوينت قلنا ان في كولاترال وفي منسكاي وفي كروشيه. كولاترال عشان تختبر يا دكتور بتعمل ايه؟ استرتش على الليجامنت جامد. فلو اشتكى وقال اي يبقى الليجامنت فيه تير، ما قالش يبقى مش عنده تير. امسك ازاي بقى؟ لو جيت اشتغل مثلا على ميديال، ميديال كولاترال، فهعمل تراكشن عليه ازاي؟ هزق رجله كده، هقطمها لبره قطم كده. لو جيت ازقها كده اهو مش هتتحرك معايا عشان الني جوينت ايه؟ بلوكد. فانا بعمل سيمي فليكشن كده كده الجوينت ان لوك. شغال على الميديا، ايدك في اليمين ميديا اهي. وتعمل حاجه اسمها ايه؟ فالجاس ستريس تيست. ده اسمه فالجاس ستريس تيست. لو قال اي يبقى عنده تير في الميديا كولاترال. ما قالش شوف اللاترال. ايدك لاترال يمين ودي جوه، تعمل سيمي فليكشن. وبعدين فارس ستريس تيست. فارس ستريس تيست لو اشتكى قال اي يبقى عنده تير في اللاترال كولاترال. المنسكاي بقى ماكمور ستيست. المنسكاي عامل ازاي؟ المفصل عامل كده. المنسكاي بقى دي المفصل اهو، جوه المفصل في منسكس كده اسمها ميديا منسكس. بص وفي منسكس كده اهو اسمها لاترال منسكس، لفه كده تلف جوه المفصل كده اهو. ميديا منسكس ولاترال منسكس وظيفتها ايه؟ الكولاترال بتمسك رجليك واقفه كده، ما تتطمش يمين ولا شمال. المنسكاي تخلي رجلك ما تلفش وانت واقف ولا وانت ماشي. دي منسكاي. يبقى الكولاترال دي بره كده ماسكه المفصل من الجناب، المنسكاي ماسكاه من جوه عشان ما يلفش. فلما تيجي تعمل استرتش تيست عليها هتعمل ماكمورز. ماكمورز يعني ايه؟ هتحاول تلف رجله عشان تختبر المنسكاي سليمه ولا فيها تير. هتشتغل على مين مثلا؟ ميديا منسكس، ايديك ميديا. بس مش هنا بقى، لا ايديك هنا اهو على الفوق والشمال كده. وتعمل ايه؟ تعمل فليكشن كامل للرجل. وبعدين بص معايا بقى، ايدك اليمين تعمل ايه؟ استرتش جامد كده اهو. انفرجن اهو. ليه بقى كده؟ كده انا عامل استرتش على مين؟ على الميديال منسكس. عامل استرتش على الميديال منسكس. ودايس كده. وتيجي لتشها جامد كده لتحت. بص. ده مين؟ ده ماكمور سيستم. عايز تشتغل على لاترال تمسك لاترال. وفليكشن كامل لرجله كده اهو. اهو. لاترال. فليكشن كامل عامل ستريتش جوه اهو. وبعدين تنزل كده اهو. بص خلاص. يبقى ده ماكمور ستيست. ماكمور ستيست ازاي؟ المنسكس هتشتغل ميديا منسكس. ايدك ايدك ميديا اهي اليمين وشمال اللاترال عصاك عكسها. ستريتش لبره كده جامد كده ده عامل منسكس. اعمل بقى سادن اكستنشن. لو اشتكى قال اي يبقى عنده تير في ميديا منسكس كده. اللاترال بقى امسك لاترال وفليكشن جامد ودوس لجوه كده اهو كده محمل على اللاترال ايه؟ منسكس. ايدك تاني ميديا وتعمل صدر اكستنشن. دي اللاترال منسكس. ده اسمه ماكرو ريزيست. ورق عندكم وضح جدا الايه؟ اكزامينشن دي.
كروشيت بقى كروشيت صليبي واحد قدام واحد ورا تمسكه ازاي ده بقى؟ بص يا مان تمسكه ازاي؟ فليكشن 90 درجه ولو انت راجل لو انت راجل قول مش حد خالص تقعد كده اهو على رجل عيان وتشد رجله كده اهو لقدام انتيريور درور تيست لو عنده تير هتلاقي رجله بتطلع معاك لقدام وتنزل لورا هتلاقي تريك كده بتحصل كليك تعمل تسمع كليكس او يشتكي الاي كده انتيريور كروشيت انتيريور درور سحب امامك بوستيريور كروشيت بوستيريور درور بوستيريور درور تيست لكن في ميل طبعا ما ينفعش تقعد على رجل ليه عيان بتعمل ايه تستن بايديها كده انت تقعد على رجل اي حد ماشي اهو لكن جميل طبعا تعمل ايه تستن بالقلب كده وتشد كده اهو انتير درور تيست وستير درور تيست خلاص تستن بايه القلب بتاعك لكن لو عايز تقعد على رجل وتعمل مفيش مشكله صح بس هو عامله عشان حرج يعني مش تتكسف تقعد يعني فايه تستن بايدك كده وتشد خلاص يبقى ده يا جماعه التستات بتاعت الليجمنتس بتاعت ني جوينت الكولاترال بص معايا هشتغل على ميديا كولاترال همسك كده واعمل سيمفليكشن كده اهو واعمل ايه؟ فالجاس ستريس تيست لاترال فارس ستريس تيست ميديا منسكس ماكمورس تيست لاترال منسكس ماكمورس تيست كروشيت فرق انك انا عامل روتيشن وساند كده عامل روتيشن عشان ده الدايره منسكس لكن هناك انت كنت عامل ستريتش كده بس ستريت انا عشان اعمل ستريتش لازم الفها كده اهو وصدر اكستنشن السحب بقى درور في انتيريور درور في وستير درور خلاص ماشي يا عماد اكتم شويه الانفيوجن بقى حاجات عايز عمق شويه الحاجات دي الانفيوجن في ثلاث انواع في تنس انفيوجن تنس انفيوجن يعني المفصل مليان ميه على الاخر تنس فيوجن اهو اعمل ايه تدوس عليه من هنا كده فيحصل المنظر ده اهو ايه اللي حصل ده يا دكتور بقى زي ما يكون كره فيها ميه وكره فيها ميه تدوس من ناحيه تزلط من الناحيه الثانيه اللي منكم يا جماعه لعب بالونه قبل كده حد لعب بالونه صغير كلكم تقريبا اذا ما كانش لحد دلوقتي يعني تجيب بالونه في البيت طبعا تقفل نفسك اوضتك ما حدش بقى عارف حاجه بتشتوا فولتك في ناس كتير جدا بتشتوا فولتك حتى الان في بنات ممكن تلعب العروسه صح؟ تقعد تعمل عروسه كده وتعمل مش عارف ايه وتلبسها فستان وتكتب معاها ومش عارف ايه هي مخها كده تمام؟ في منكم ولاد حتى الان يا جماعه بيلعبوا بالبالونه جيب بالونه يبقى انا سقطت النوم وسيب مذاكره خالص وقعد تلعب فيها يدوس عليها كده اهو تبقى للناحيه الثانيه وروح يجيب ايه بقى؟ يجيب اللي هي بتاع بيطير دي بقى ويعمل ايه؟ يحط كده فيها الرغاوي دي وطير ينفخ كده ويعمل كتير منكم بتمارس هوايه التفكير عادي تبقى طفوله متاخره يعني خلص البطنه سبع مرات مش لاقي يعملها في ناس بقى بتمارس مراهقه مبكره طفوله متاخره ومراهقه مبكره يقعد ايه يراهق بقى تعالى بقى نشوف ايه هنعمل ايه التست ده نظامه ايه تمسك انت البالونه ايوه انا تدوس عليها من ناحيه فبتبلج من الناحيه الثانيه تدوس من الناحيه الثانيه تطلع عارف يا جماعه توم وجيري لما كان يطلع من حاجه يقوم يتبطلوا كده اهو تطلع كده تبطل تطلع كده هو ده يا جماعه فلكتويشن تيست انا بتمسك مفصل عيان تعالى ارفع كده متولي ارفع متولي بتعمل ايه؟ اجيبك في الفيديو اجيبك في الفيديو بتيجي عامل سكويز للني جوينت كده اهو تجيب الميه من فوق من تحت كوادرسيبس تدخلها في المفصل اهو كده وبعدين ايديك الثانيه قصاد ايديك دي كده اهو وتدوس بايديك الثانيه جامد كده اهو وتدوس بدي جامد كده اهو كان المفروض لما ادوس كده اهو دي تبلج كده يبقى ده معناها في ميه زقتها لفوق دي تدوس كده دي تطلع كده يبقى الميه نزلت لتحت اهو ده فلكتويشن فلكت 1 فلويد لكن لو انت عملت كده وما حصلش اي ريسبونس يبقى مش تنس افيوجن انزل على مينيمك بقى يبقى يطلع مودريت شوف اللي بعدها اعمل ايه في المودريت ده بقى باتيلر تاب ادي حوض ميه اهو او حله ميه وادي خشبه كده اهو هتدوس عليها تنزل تحت تطلع فوق تاني كل ما تدوس على الخشبه تنزل تحت تطلع فوق تاني طفو ده باتيلر تاب قال لك لو في مينيمال فيوجن مودريت هتسكويز كده اهو نزلت ميه في المفصل تحت الباتيلا الثلاث صوابع دول هتدوس على باتيلا
وتسيب. لو بتنزل معاك وتطلع كان في عندك تحت ميه بتنزل وتطلع فيها تغطس تطلع طفو اهو، ده كده يبقى عنده مودريت افيوجن. لو ما بتتحركش تحت ولفوق يبقى ما عندوش مودريت افيوجن، ما عندوش مودريت افيوجن. يبقى المينيمال البالج تيست الني جوينت عامل كده اهو ميديالي وكده ولا كده، يعني ميديال بار بتاع المفصل اوطى من اللاترال بار والمفصل الثاني اهو اهو ده المفصل بالظبط. يعني معنى كده الميديال من هنا اوطى من اللاترال ده. فلو في ميه تتجمع فين؟ في الميديال. تمام اهو. فقال لك تعمل ايه بقى؟ هتدوس على الميديال ده كده الميه هتطلع لبره كده اهو، المنظر هيبقى كده بقى في تجويف اهو. هتيجي دايس على الميه تاني من هنا هتزقط كده اهو. ازاي يعني؟ ارفع رجلك تاني بقى تقول لي عشان تشوفوها. لو في مودريت مينيمال افيوجن بيتجمع في الجنب ده انا اسحبه كده لبره اهو كده سحبته لبره بقى جروف اهو والميه راحت لاترال. الصباعين دول هتدوس بقى عليه من اللاترال هيزقلط في الميديا كده اهو نان هتلاقي زوري اخضر في اعتريب زقلطت كده منه. ده البلج تيست امثلها لك اعتريب باتيلا هي تيست فكره ده خالص. بص شوف شوف باتيلا البلج ازاي. شوف البلج ده شايف المنظر ده يعني الميه بتعمل نفس الحركه دي بالبلج كده ده البلج تيست. طب الناحيه الثانيه تلف الناحيه الثانيه وتعمله كده تعمل ازاي؟ بص شايف سايد هتسحبه كده اهو هيحصل ايه؟ جروف كده اهو هتزق كده هيحصل بلج كده ده كده مينيمال ايه؟ ديفيوجن. فهمت يا فوزي ولا كمان؟ برافو عليك. بنزل من فوق لتحت يا جماعه في الترتيب ببدا بايه؟ بالتنس اكسكلود التنس المودريت اكسكلود المودريت يبقى ايه؟ المينيمال. اعمل التست الاول ثم ده ثم ده بعد بقى البلج تيست قول ما عندوش ديفيوجن كده يبقى نيو جوينت خلص. من نيو جوينت اكزامين نيو جوينت ادي التست وادي ديفيوجن. في حاجات ثانيه؟ اه في الروم الرانج اوف موفمنت او موشن اللي هو يعمل فليكشن كده واكستنشن كامل كده. في كريبس كريبس اهي كريبس التكه بتاعت الايه؟ بتاعت الروموتور ارثرايتس دي. في انسبكشن ريدنس سويلنج ديما في بالبيشن هوتنس والتندرنس في بيكر سيست ورا سيستك ماس بتاعت الروموتور دي ارثرايتس وهكذا يا جماعه. لكن هو التستات بقى بتاعته اللي هي تستات دي ليجمنت تستات مين؟ تستات الفيوجن كده يا جماعه. ده الروموتولوجي بيسال فين؟ في الاوسكي هو الني جوينت بس. شوبر تيست بس افكركم بيه شوبر تيست ولا بتقولوا لي شوبر عارفينه؟ شوبر اقف يا عم شوبر تيست بيقولوا ايه؟ شوبر تيست بيقولوا فيه ايه؟ بس يا دكتور بيقول لك شوبر تيست دوت لو انت جيت على اي واحد وبصيت هتلاقي هنا في ديمبل اهو وديمبل اهو ديمبل وديمبل الديمبل ده موجود اجينست البوستيريور سوبيريور لك سباين بتحط نقطه كده اهو يبقى انت على ال 5 بتقيس 10 سم وتحط نقطه ثانيه اهي النقطه الثانيه فوق كده المسافه بين النقطتين كام؟ 10 سم. عايز تعرف هل العيان دوت عنده انكلوزنج سبوندرايتس بنشف ظهره ولا ظهره مالي يا بول؟ تحط الموتور بتاعتك خليه يوطي بقى كده مسافه 10 سم خليه يوطي كده وطي براحه يا ادم. بيحصل ايه دلوقتي؟ شيل القلم بيبعد ازاي؟ وطي كمان وطي كمان بيبعد ازاي؟ المسافه بعد ما كان 10 لما يوطي كده تبقى 15 15 سم ارجع تاني هيضموا ازاي لبعض؟ اهو شفت الفقرات بعد ازاي؟ ما هي تاني بص بيبعدوا ازاي؟ بعد قد ايه؟ 15 سم ارجع رجع 12 سم تاني. دي معناها ان ايه؟ الحركه هنا سليمه. لو في ستيفنس بقى هتلاقي المسافه ما تتغيرش تبقى 10 10 ونص 11 12 ما تعديش 15 لكن عدت 15 ده نورمال ده اسمه شوبر تيست. ماشي يا جماعه؟ ده يكون تيست ايه؟ صح. في تيستات بقى تحت فين؟ في بتاعت السايتيكا نام كده بالمره فيبر عشان شوبر وفيبر تبقى بتاعت اثنين ده شوبر اللي احنا قلناه. فيبر بقى حط رجله كده اهو ويد على الترس باك سباين هنا ويد على مين؟ على الركبه دي كده اهو 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 ده فيبر. عارف فيبر معناها ايه؟ هو اسمه باتريك اسم الراجل. فيبر يعني ايه؟ اف يعني فليكشن ادي فليكشن اي بي يعني اب دكشن ادي الاب دكشن ولي ار سنر روتيشن اهو روتيشن سنر روتيشن. بص المفصل ده كده سنر روتيشن للهب كده انترنال روتيشن كده اكسترنال للهب للهب. انا بعمل ايه؟ بص معايا ادي فليكشن
وادي الابدكشن وادي الاكستند روتيشن ليفل. يبقى انت كده عملت الحركه دي. فليكشن ادي اف اكستند روتيشن ابدكشن اهي اي بي اي ار اكستند روتيشن ادي فيبر هو بدا بتدوس كده كده وتشوف الايه هيحس بين ورا مش هيحس بين بين في ظهره بين في منطقه الساكرولك جوينت دي كده اهو ده فيبر تيست. طيب في بقى حاجه اسمها سياتيك ستريتش تيست اللي هو السيك بتاع المينجايتس. لما بعمل رجلي عين كده اهو هعمل ستريتش على السياتيك عشان السياتيك ماشي في الباك. لو هو عنده سياتيك عرق النسا يعني ريتيشن في سياتيك نيرف او سياتيك نيرايتس ارونج انجكشن في النيرف هيحصل سيفير بيرننج بين فين؟ في الباك على سي 2 يصرخ اه حاسب ما تكملش معاك. ده اسمه سياتيك ستريتش تيست او اسمه ايه السيك تيست. ولما تدي انت واحد حقن عضل وخايف يكون غلط تيجي ماسك رجليك كده اهو لو صوت او اشتكى يبقى انت دخلت في سياتيك نيرف مبروك خلاص. طب فيمورال ستريتش تيست لف على بطنك فيمورال بقى كده عملنا سيرف. الفيمورال بيتعمل ازاي؟ بيتعمل كده اهو. بيتعمل ازاي يا توهامي؟ بص انا كده بعمل ايه؟ فيمورال ستريتش تيست بص كده بعمل ايه؟ استريتش على الفيمورال من قدام اهو. استريتش جامد كده بص اهو كده بعمل استريتش على الفيمورال. يبقى سيرف ستريتش تيست وفيمورال ستريتش تيست. في بقى كمان ساكرا كومبريشن تيست. ساكرا كومبريشن تيست دف ارجع في ديستراكشن والريتراكشن. ديستراكشن ده على العزيز وده على العزيز يفتحوا من بعض كده. والريتراكشن او كومبريشن تيست ضمهم على بعض كده. خلاص دي كانت ستات يا جماعه بتاعت ساكرا ليوتس وسبندروزس. ايه؟ الروماتويد هاند يا جماعه. الاكزامينشن الاول للميديا نيرف نيورايتس. ثواني يا جحا جحا استنى لو ما قلناش قديمه اصلا. طب ماشي خلاص بص معايا كده الانترابمنت سندروم اللي هو كاربال تانل سندروم تعمل له فانل وتانل فانل وتانل تانل ازاي؟ دلوقتي بتقول لك عندي تنميل وحرقان في ايدي اخبط انا اهو كده اهو تابنج ده اسمه تانل. لو قالت اه في تنميل في ايديا فانت عندك ميديا نيرف سندروم او كاربال تانل سندروم. فانل ضم ايديك معايا كده اهو ضم كده وتدوس عليهم على بعض كده اهو جامد. لو قال اه يبقى عنده ايه؟ عنده كاربال تانل سندروم عشان الحركه دي بتزود الكومبريشن على النيرف. الاكزامينشن بقى يمين للهاند بقى رانج اوف موشن اقفل ايدك كده وافتحها اقفل ايدك وافتحها رانج اوف موشن كريبس افتح ايدك واقفلها اهو افتح ايدك افتحها واقفلها اهو وانا حاطط لي عليه حاسس دي الكريبتس اللي شغال. والديفورمتس بقى الزد ديفورمتس شكلها عامل ازاي وبابرمير والحاجات اللي خدتها فين في الروماتولوجي. خلاص يا جماعه نعم لا مش بيجي فلوس كني جوينت بس انا بقول لك ده عشان بس خلاص كده ني جوينت بس يا جماعه احنا ان شاء الله كده بقينا فلوس كي حاسس